يعني اديني نبذه كده عن المشغولات اللي انتوا عارضينها في المعرض كده. والله دي معظمها حاجات طبعا كلها يدوي. هو بيبقى بنشتغلها فيه بالكروشيهات، في حاجه بيحط عليها حاجات كده، دي مثلا خداديه برضو عليها مفرش يدوي، وكمان هيشوف كده في الاخر بتاعها كده، ودي ملابس برضه جاكيتات بتشتغل بالفرش ومعاها الفوار بتاعها، في عبايات شغل يدوي برضه، وفي دي فوط للاطفال يعني حاجه عشان تشجع الاطفال ان هم يعني يغسلوا ايديهم. اسعارها بقى بتتراوح من كام؟ يعني هقول لحضرتك مثلا ابسط حاجه فوطه زي دي بالعلاقه بتاعتها بكله ب 25 جنيه، وخامه طبعا قطن 100% معظمها منتجات المحله. مثلا خطه دي زي دي كده حضرتك شايف يعني كروشيه وشغل يدوي كله دي ب 45 جنيه كده، يعني كلها حاجات متناول. دي بس حضرتك شفتها عرض خاص عاملينه هو عشان عيد الام، مجموعه فوط مع بعضها ب 45 جنيه، فكلها حاجات اسعار يعني متناول الناس، لان احنا طبعا عارفين الظروف عامله ازاي. في نفس الوقت دي تشجيع لبعض الناس بيعملوا حاجات من دي ومش عارفين يوصلوها للناس ازاي، فبيبقى اسعاره متناول عشان هم عايزين يستفيدوا والناس تشجع انها تاخد الحاجات دي. ماشي، المثلث ورد مشاية برضه كروشيه بالطقم بطانة ضد المية وبتعطل عادي وتقليدها كويسة، برضه بيشيلان كروشيه وبنشوف عاملة برضه دي، كل ده مشغولات بالطانة. طبعا في تحفيزات كبيرة عشان عيد الأم، السيل نازل تقريبا لحد 50%، وفي كمان على الأكسسوارز، في اللبس الهاند ميد، الشيلان بتاعت عيد الأم نازل عليها تخفيض كبير، شيلان لوف وشيلان داخل فيها الخيوط التركي والفرنساوي، كل الحاجات دي كلها طبعا هاند ميد. شايفة بقى الإقبال على المعرض كده بدايته كده؟ هو الحمد لله احنا ما كناش متوقعين كده بصراحه، احنا قلنا بصراحه هنيجي اول يوم بس وهنمشي مش هنكمل، بس ما شاء الله شايفين في اقبال ما شاء الله.